بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ها ايه رايك يا زينه؟ حلو قوي انكر عبد الحميد. لا الصراحه حلو. طب الحمد لله. تعالي بقى يا زينه اوريكي بيت الشقه. ماشي. الله. طب احنا هنملى المساحه دي كلها بايه؟ احنا نجيب انتريه بقى 8 كراسي و6 كنبات. احنا نجيب اللي اتفقنا عليه وهم يكملوا. احنا نعمل ايه يعني؟ بس يا الصراحه حلو. عايزين نتفق معاها ننزل نشوف العفش امتى. بس هي حلوه. بس مفيش وقت، مفيش وقت. انا كنت ناوي اجيب سفره باربع كراسي. ليه؟ فاكره ترابيزه المطبخ اللي عندنا؟ لا انت مالك فرحانه قوي كده ليه يا عايده؟ اها شقه بنتي حلوه، ما افرحش ليه؟ هي الصراحه حلوه. بس انا هتبهدل بقى بسبب حلاوتها دي. معلش هتتبهدل شويه بس هتبقى حلوه كده ان شاء الله. تعرف يا عايده؟ خليهاش تخبط انت قدها وقدود. لا حلو، انا هخش اتفرج على بقيه الشقه. صراحه حلو. ايه ده؟ انا واقف في ميدان المساحه. نعتو عايده، عايده سايبه شغلك وبتعملي ايه هنا؟ مفيش، قلت اجي اقعد مع مارينا شويه. انت اللي مسوغ من الشغل ليه بقى؟ مفيش، قلت اجي اقعد مع مارينا شويه. طب ما اتصلتش بيا يعني؟ موبايلي فاصل شحن. نسيت اقول لعبد الحميد ان انا ماشي. هاتي يا حبيبتي موبايلك اكلمه. حبيبتي انا كنت سايب التليفون في العربيه، رجعت لقيتك متصله. الو مارينا. رد يا حبيبتي، رد يا مارينا. هيا محمود انا اخو مارينا. الو الو الو. واضح ان الشبكه وحشه. تعالي مكاني. تعالي مش حاجه يا ملاك. اسال بيبيان، هي عارفه كل حاجه. بصي يا حيوان، بيبيان عارفه كل حاجه. الله انا كنت عارفه. انت بتقرصصيني؟ لا ما انا ما لحقتش. اطلعي بره. انت زي ملك بتقول لي كده. اطلعي بره، مش عايز اشوف وشك تاني. يا سفله يا سفله بتقرطصيني. قرطصيني يا سفله حيوانه.